بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك العظيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة الكرة مع الدكتور. أنا أولا بعتذر على إن أنا مقصر، أديلي يومين ما عملتش فيديوهات بعد آخر فيديو، بس بصراحة انا يعني الفترة اللي فاتت دي يعني رجعت اشتغلت بعد تجربة البتر اللي حصلت في رجلي، وان شاء الله هبقى احكي لكم تجربتي والتغير اللي حصل في حياتي مع بعد بتر رجلي على القناة التانية اسمها حكايات بنعشة. النهاردة في مواضيع عديدة هنتكلم فيها. الاول بس انا عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا بيتكلموا فيها الزملكاوية وبيحاولوا يشدونا ليها، اللي هي نقطة ان الاهلي هيتغلب قدام بيراميدز علشان خاطر الزمالك ما ياخدش المركز الثاني. طبعا انا هرد على الكلام ده، وناس كتير اهلاويه يعني في الوقت الحالي بتقول ان ممكن يعني بتتمنى من داخلها، والناس بتتكلم طب يلعبوا بالناشئين، الاهلي يلعب بالناشئين، يعني في امنيات داخليه. هو احنا من حقنا ان احنا نتمنى ان خصم زي الزمالك، وخصوصا في ظل رئاسة مرتضى منصور، ان خصم زي الزمالك ما يحققش مكاسب. لكن انا اقول لكم رأيي انا الشخصي، انا ان كنت اتمنى ان الزمالك يهبط مش يبقى في المركز الثالث كمان، انا اتمنى ان الزمالك في عهد مرتضى منصور يهبط، عشان الراجل ده يظهر على حقيقته انه مخرب للكرة والرياضة المصرية. احنا قدامنا النهاردة في الحلقة كلام كتيرة عن تخريبه، مش الكرة المصرية بس، ده البلد كلها. لكن اولا دي مش اخلاق الاهلي. في حاجة اسمها اللعب النظيف. الاهلي اتربى على اللعب النظيف. الاهلي هيلعب لاخر لحظة بدون ما يتخاذل قدام نادي بيراميدز، ومش هنسمح لخالد الغندور اللي عمال يستفزنا ويقول لك كده كده الاهلي هيتغلب، واحنا من امتى هو من امتى الاهلي بيفوز على بيراميدز؟ ده من ايام ما كان الاسيوطي. الاهلي باذن الله هيكسب بيراميدز ومكسب كبير، وبيراميدز يخلص نفسه بنفسه. هو بصراحه نادي مش يعني عايز يعني ما يلقش عليه الا لفظ من ثلاث حروف، لفظ مش حلو من ثلاث حروف ما احبش اقوله، ان لان نادي بيراميدز هو اللي عمل في نفسه كده. عنده ماتشات كتيره ضيع فيها نقاط، ومنها ماتشاته مع الزمالك اللي بيتخاذل فيها تخاذل رهيب، فمش هنيجي احنا نتخاذله. ده غير ان دي مش اخلاق الاهلي، فالنقطه دي منهيه تماما من عندنا. ان شاء الله هنقعد كلنا نشجع الاهلي بس، يعني خالد الغندور اللي الزملكاوي بيقول لك ناس من الزمالك بتقول لك هتشجع الاهلي ضد بيراميدز، قال لك الزملكاوي الصح ما يشجعش الا فريقه الزمالك. لا، احنا بقى بنقول له الاهلاوي الصح ما بيشجعش الا الاهلي، وباذن الله الاهلي هيكسب بيراميدز وهيكسبه بمكسب كبير، لان مش دي اخلاق الاهلي. انا بقول لكم دي مش اخلاق الاهلي، وانا واثق في فريقي انه مش هو الاهلي اللي يعمل كده. هنبدأ بقى من الموضوع التاني، نتكلم في الموضوع التاني والاخلاق اللي بسها في الرياضة مرتضى منصور واللي بقت مسيطرة. يعني انا واحد من الناس، والناس اللي من سن كلها احنا تربينا على ان الرياضة اخلاق، وان اهلي وزمالك جوه البيت، وان احنا بنقعد نتريق مع بعض، لكن عمرنا ما بنوصل لتطاول ولا بنشتم ولا بنقول الفاظ خارجة. للأسف الشديد الالفاظ دي دخلت بيوتنا وبقت حتى في المجتمعات اللي المفروض انها راقية. يعني لما تكون في فرح في فنانين بقيمة احمد السقا، بقيمة حازم امام، بقيمة احمد فهمي، وناس نجوم مجتمع، ويحصل خناقة ما بين شيكابالا اللي بيسموه الزملكاوية، وكان اول واحد اطلق عليه اللقب دول، رضا عبد العال المرحوم قال ده مات من زمان واتدفن، ومشطب كورة، وكل اللي بيمتلكه دلوقتي من رصيد انه يترقص او يعمل حركتين او يستفز جمهور الاهلي علشان يفضل محافظ على لقمة العيش اللي هو عايش فيها، لانه احنا ما بنشوفوش في ماتشاته. وشيكابالا بيلعب
بياخد اكيد العقد بتاعه متعدي ال10 وال15 مليون جنيه وما بيلعبش. الاهلي لما لقى نفسه الموقف مع حسام عاشور اللي هما بيتكلموا فيه، وعشان الاهلي مشتكيه كل اللي يطبل لرئيس النادي يغرف منها، قالوا له انت ممكن نستغلك في موقع يليق بسنك ويليق بخبرتك، يا اما تروح تتعلم تدريب يا اما تروح تتعلم اعلام وهنقعدك. وهم بيتريقوا علينا في الموضوع ده، لكن في نفس الوقت في لعيب بحجم يعني بسن شيكابالا واللي شطب كوره وانتهى من زمان ما بيلعبش 10 دقائق مع بعض على بعض، وكل الحكايه اللي بيعمله انه بيقعد كل ماتش الزمالك فاز فيه يروح، او ماتش قدام الاهلي يستفز جمهور الاهلي، وبالاستفزاز دوت بياخد له 10 ولا 15 او يمكن اكتر مليون جنيه، ومعتبرينه رمز واسطوره في الزمالك. يعني بصراحه ان يعني الزمالك مليان اساطير على فكره يا جماعه. يعني مثلا انا واحد من الناس احب جدا حازم امام، احبه. حازم امام محترم، ابن راجل محترم من اسره محترمه مؤدب، مش حازم امام الصغير اللي برضه نفس الجيل اللي تربيه الجيل ده، لا حازم امام ابن الكابتن حماده امام النجم المحترم اللي مثل منتخب مصر. شيكابالا خد ايه بطولاته اللي خدها سواء مع الزمالك او مع منتخب مصر؟ البطولات انا مش عارف، يعني الزملكاويه دول بيعيشوا في الاوهام. يعني انا عندي مثلا خالد الغندور رغم خلافي معاه الاعلامي ان هو بيطبل لمرتضى منصور، لكن خالد الغندور ليه بصمه وكابتن تاريخ النادي الزمالك ومحدش يقدر ينكر. اشرف قاسم، احمد رمزي، هشام يكن اللي مثله منتخب مصر، اشرف قاسم اللي مثل منتخب مصر وعنده 18 سنه. انا طبعا ما وصلتش للقمم طه بصري وحسن شحاته طبعا، ومن هو وما ادراك ما حسن شحاته، وفاروق جعفر رغم اللي اصابه بسبب عامل السن وعامل لقمه العيش. كل دول نجوم، نجوم في الزمالك واساطير، لكن حد يقدر يقول لي حد زملكاوي يجي يقول لي مين هو شيكابالا؟ محدش. لما يقف قدام احمد فهمي الفنان الاهلاوي والراجل راح له، ناس قالوا له ده شيكابالا زعلان، كان ده حصل بينهم شد وجذب كده في الامارات، وبعدين شيكابالا زعل، فالراجل المؤدب قال له اروح، وكان واللي ظاهر انه بيبص على راسه وبيسترضيه والكلام ده كله. قام شيكابالا قال له في ايه يا احمد وبتاع، قال له ده اصل انت زعلت ناس يخصوني جمهور النادي الاهلي. قال له كذا على اللي يخصوك وبتاع الكلام ده كله، وتطورت الخناقه دي. اخلاق؟ هو غلط ليه؟ بتغلط ليه في جمهور الراجل؟ الراجل جاي يسترضيك وجاي وانت في مكان عام، تحولت الاماكن العامه، ما هي القنوات بقت عباره عن ماسوره مجاري. القنوات بقت ماسوره مجاري، بيخرج علينا واحد يشتم كل الناس، ونفس الواحد هو نفس رئيس النادي اللي منه شيكابالا. فعشان كده تحول الموضوع لشتايم وقله ادب وتطاول في كل حياتنا. احنا يعني احنا مش عارفين نربي ولادنا والله. انا عندي بسم الله ما شاء الله 4 اولاد، بحاول بقدر الامكان بقفل عليهم جوه، قافل عليهم جوه بيتي، بيطلعوا للمجتمع بيجوا لي بحاجات جديده، حاجات غريبه كمان. يعني سواء بقى ببص الاقي، يعني انا الاغاني اللي بتاع دي ما بسمعهاش الا معاهم انا على تليفوناتهم، الاغاني الجديده وحمو بيكا وحمو حسن والحاجات اللي بيحموها دي. يعني فالقيم اختلفت، ورؤساء انديه وناس نجوم. يعني انت دلوقتي برضو مهما كان انت في الاضواء يا شيكابالا، انت مالكش قيمه وما عملتش حاجه، بس للاسف الشديد ده هو بلدنا كده. يعني في شباب اطباء وتعلموا وجابوا شهادات عليا مش في نفس الاضواء اللي انت فيها، وانت في رغم كده مستغل الاضواء في التطاول وقله الادب. ازمه تانية وضع فيها مرتضى منصور نادي الزمالك، ازمه كبيره، ومش هيقول لي بقى ممدوح عباس والعتال وابو سنيده وام سنيده، لان الواقعه كانت سنه 2015 لما راح اتعاقد ورجع محمد ابراهيم من نادي مارتيمو البرتغالي، كانوا متفقين على 350 دولار. طبعا هو الحياه عنده زي ما انتم شايفين بياخدها بالصوت والبلطجه، بس دي البرتغال، ورئيس نادي البرتغال مش رئيس نادي هنا في مصر نقعد نشتمه ولا ناخد حقنا معاه بالزعاق، وانت مالكش حصانه برلمانيه في البرتغال. فالناس رفعوا عليه دعوه قدام
الاتحاد الدولي حكم له بغرامة 1,000,000 دولار، هو يستأنف عليها. بس هل تعتقدوا الاستئناف ده يعمل ايه؟ الاستئناف غالبا بيعمل ايه؟ ما بيلغيش العقوبة، وخصوصا في حالات الحقوق مش هيلغي العقوبة، هيخففها، لأن كان المبلغ 350 علينا عليه غرامة 1,000,000، ممكن نخليها 500,000 مثلا، يعني نص مليون يورو، مبلغ مش سهل. يبقى احنا فرق ما بيننا لما كنا ندفع 350 مليون يورو هندفع دلوقتي 500 مليون يورو، مع العلم ان محمد ابراهيم ده استغنوا عنه مجانا للمقاصه، علشان يعني دمه تقيل على قلب مرتضى وابنه امير، وتخلوا عنه وسابوه، وحاليا بيتنافس عليه اكبر ناديين في مصر، نادي الاهلي ونادي بيراميدز، وهو طبعا متزغلل شويه ما بين الفلوس اللي هياخدها في نادي بيراميدز، الفلوس الكتيره قوي، وما بين المجد اللي هيصنعه مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي مش يعني مش شغوف بيه قوي، يعني هو الاهلي جه يعني بنظام، انا مش محتاجك قوي، انا عندي البدائل ليك، بس جيت خير وبركه، ما جيتش خلاص مش عايزينك، مش فارقه معانا كتير. فموضوع محمد ابراهيم في غرامه على نادي الزمالك، وعد كده بقى الفلوس اللي على نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور، كتير منها بيدعي ان انها بتاعت ممدوح عباس وبتاعت هاني العتال، ولكن ادي كل دي الغرامات، النكاز سواء كهرباء، غرامات، كل دي غرامات على نادي الزمالك او خسائر على نادي الزمالك بيخسرها في عهد مرتضى منصور. نيجي بقى طبعا قناة الزمالك النهاردة، ودي لها كام يوم، وخصوصا أحمد جمال بيستفز جمهور الأهلي، وبيستفز يعني انتوا في موقف الأضعف دلوقتي، اللجنة الأولمبية المصرية المهيمنة على الرياضة المصرية، والمدعومة من اللجنة الأولمبية الدولية المهيمنة على الرياضة الدولية. شوفوا حضراتكم أنا بقول لكم خطوة خطوة إزاي، لأن أحمد جمال واضح إنه ما اتعلمش حاجة خالص، مستعد جمهور الأهلي وبيدخل الأهلي في جملة مفيدة، وإن كل اللي بيحصل دوت علشان الزمالك غلب الأهلي في السوبر في الإمارات. تخيلوا يا جماعة، أنا عايز أسأل سؤال، هو دلوقتي بيراميدز زي ما هم بيقولوا بيغلب الأهلي، حد راح مس رئيسه؟ فرض بكرة بيراميدز ده خد الدوري وخد الكاس وخد كاس أفريقيا، حد هيروح يقول لرئيسه أنت تعال هنحل مجلسك؟ هو ليه كل حاجة ربطنها بالأهلي؟ دي مسابقات رياضية بتتلعب، انت كسبت، الاهلي كسب، الزمالك اللي بيراميدز كسب، لكن انت عندك رئيس نادي صليت اللسان، اقل ما يوصف به صليت اللسان، ويا ريت صليت اللسان في الحق او بعفة لسان، ممكن واحد يبقى صليت اللسان يقول كلمات، يعني انا اذكر والدي الله يرحمه كان يقول الكلمه كده زي السيف، ممكن ما تجرحش، ما فيهاش، بس تعلم عند الواحد، تخليه لو هو غلطان، وخصوصا لو شخص لما يكون شخص غلطان ممكن يقول لك يرمي له كلمه كده، ممكن ما يلمح له بكلمه، فهو لو راجل، لكن ده راجل بيخوض في الاعراض وخوض بالكذب، كلام ممكن اي واحد يقوله، كلام ممكن اي واحد يقوله. فاكر البت اللي في الدور التاسع في شقه ما اعرفش كام في كلام، انت يخلي الناس تلف حوالي مين البنت دي وفين وانت تقصد ايه، والتاني الطرف التاني يا عيني المجنى عليه اللي اتقالت له الجمله بيبقى مرعوب، ان خلاص ما الناس، احنا عندنا في مصر كمان في طبع حلو قوي ان الناس بتسمع الاشاعه السيئه وتصحيحها ما بتسمعوش. طيب واحد بيسب ويشتم الناس وبيغلط في الناس والناس خلاص وصلت للاخر منه، انها خدت اجراءات عقابيه ضده، اديله سنين وسنين عايش على الشتايم ديت، ولما جت اللجنه الاولمبيه خدت الاجراءات قبل كده وما تمتش، وجت خدتها المره دي، وزير الرياضه عمال يماطل في تنفيذها، مع ان دي المفروض قرارات يتاخد فيها قرار، يعني قرارات خلاص نفذ القرارات، ورغم كده هما بيتهموا الناس انهم عاملين مؤامرة ضد مصر. اخر افتكاسة قالها مرتضى منصور النهاردة، وهتستغربوا كلام وهتقولوا لي لا اصل احنا ما سمعناش. على فكرة مداخلة مرتضى منصور تحديدا اعلام المصريين دلوقتي بيفلترها تماما،
بيفلترها تماما. مرتضى منصور قال بالنص كده، قال هم عارفين في قطر ان لو سقط مرتضى منصور السيسي هيسقط، لو سقط مرتضى منصور هيسقط السيسي. لانه ليه؟ لانه عارفين ان انا، هو قال كده بقول لكم باللفظ، عارفين ان انا اللي المدافع الوحيد عن مرتضى منصور وانا اللي بقعد، لانه قال كده بالنص، عارفين ان انا المدافع الوحيد عن الرئيس السيسي وان انا اللي بقعد اشتمهم وانا اللي المدافع الاول عن مصر، والكلام اللي هو بيقوله ده كأن الشتيمة ديت هي الشتيمة بتحز في النفسية، لكن ما بين الدول دي حاجات هايفة. يعني انت وجعتهم في ايه؟ ما انت عارفين انك يعني بتشتم الناس كلها، فانت من الطبيعي يعني قليل الادب يشتم الباشا. فوصل الموضوع ان في مؤامرة على مرتضى منصور، والمؤامرة على مرتضى منصور هي مؤامرة على مصر ومؤامرة على الرئيس السيسي. ما تعرفش الكلام جواه بيحمل ايه، معناه ايه؟ اصل ده محامي وبيلعب بالكلام، هل بيحمل تهديد للرئيس ان انا هسير عليك الناس لو انا سقطت، او هو فعلا معتقد عنده الانا العليا عاليه شويه، ان هو معتقد فعلا انه ساند مصر؟ مع ان انا بقول لكم اهو، وربنا يعلم الكلام اللي انا بقوله، كلكم عارفينه، ان لو خير مرتضى منصور ما بين مصلحته الشخصيه ما بين مصر، هيختار مصلحته الشخصيه، مصلحته واسرته واولاده، وممكن يولع مصر عشان اي كرسي في مركز شباب، ممكن يولع البلد. بس هو بيرتدي ثوب الوطنيه وثوب الهدوء وثوب التعقل لحد ما يوصل لغرضه. ما وصلش وعارف انه بقى ظهره في الحيطه، ممكن وما حسش ان الدوله، لا خلاص انت لحد هنا اسكت او كده. لو الدوله في الوقت اللي هي عايزه تنفذ اللي هي عايزاه ما ورطلوش العين الحمراء، هو هيوري للدوله العين الحمراء. وانا بقول لكم وصدقوني واسمعوا مني. فهو كان الكلام النهارده طبعا مع شويه الرص اللي بيقولهم حسن مصطفى اللي قاعد في حجر تميم، هشام حطب الخاين الاخوانجي، طبعا ضم حاجة جديدة وغريبة سمعتها، هو مين اللي كان بيتلقى عزا والد ابو تريكة؟ كان اسامة حسني. كأن انا لما اروح، طب ما انا ليا اصحاب اخوانية كتير ومسافرين برا ومش موجودين، اصدقاء وناس اعرفهم اخوانجي، ناس زمايل مهنة مثلا، لما اروح اعزف ابوه وقف تلقى العزا، كان زميل، انا معظم الصيادله اللي انا اعرفهم اخوان واخوان كمان، يعني انا عندي احساس انهم بوظوا المهنه، ورغم كده هم اصدقائي وبتعامل معاهم وبتكلم معاهم. وفي منهم اللي مش موجود لو حصلت عنده مناسبه، لو مثلا هو سايب اسرته هنا، اخته هتتجوز، اخوها هيتجوز، اروح احضر فرحه. عنده لا قدر الله عزا، هروح احضر العزا. يبقى انا بقيت اخواني او ان انا خاين للدوله؟ دي مناسبات محدش بيتاخر فيها. فهو قال لك انه اسامه الحسني اللي حاضر، مين هو مين؟ مش ده جوز بنتك يا خطيب الاخواني؟ كان بقى الخطيب علشان جوز بنته راح حاضر عزا ابو تريكه، يبقى خلاص كده هو اخواني. عمال يدخل البلد في متاهه، وقال برضو انا بستغرب، انا هعمل الفيديو عن الموضوع بتاع طارق جميل سعيد، هشوف فسر فيه ليه، لان هو قال نفس الكلام اللي طارق جميل سعيد اتاخد عليه، اللي هو موضوع ان بعض الناس بتدفع للاحزاب عشان تظهر في القائمه فلوس. فهو قال نفس الكلام، قال في اتميده كان قاعد في اجتماع حضره قرايبه على فكره. يعني انا بشوف الاجتماعات عندنا بيبقى معمول صوان مثلا، حتى لو الناس مش متفق على المرشح دول بتروح تحضر، لكن انا فوجئت في فيتو عامل لكل الاجتماعات حاضرها 30 40 شخص. يعني شفت اجتماعين كده ثلاثه بيجيبهم الاستاذ عبد الناصر وبيجيبهم ناس وبيجيبهم قنوات، حاضر 30 40 شخص مش اكتر. وبرضه عمال يتكلم نفسك، يعني في عنده تقريبا حد مرشح حزب مستقبل وطن، وده اللي مخوفه قوي واللي مزعله قوي، عمال يهاجم فيه ويقول انه دافع فلوس ومش دافع فلوس. على فكره دافع الفلوس في القيام ده زي ده يا جماعه، طبعا هو زي كلهم بيتفقوا بيلموا من بعض عشان يعملوا الدعايه، ده المفروض، يعني انت هتبقى في القايمه فاحنا نعمل دعايه للقايمه، فالطبيعي انك تدفع فلوس. ف
فيعني لما قال الكلام ده طارق جميل سعيد محدش غفر له، لما قاله مرتضى الموضوع بيس وعادي خالص، ايه القصة ما تعرفش. فعشان كده يعني ربنا، احنا برضو مازال امننا في ربنا وفي اهل اتميدة. وبعدين انا ليا برضو عتاب على الاستاذ عبد الناصر زيدان، جاب ترتيب من كام يوم بيقول ان احمد مرتضى الرابع، لا الكلام ده مش حقيقي، احمد مرتضى استحالة يكون العاشر حتى. الجيزة لوحدها من غير الدقي، ولو الدقي صوتت كلها الاشخاص الجيزة لوحدها تنجح، ودول ملهمش ارض شعبيه في الجيزه. الجيزه كتيره جدا، الجيزه كبيره، يعني الدقي والعجوزه كدايره اللي انضمت للجيزه هي ما تجيش قد المنيب يعني. لكن الجيزه، دايره الجيزه واسعه جدا وناس كتيره، لكن دايره الجيزه دايره واسعه جدا وتنجح اي حد. ففي الجيزه فطاحل وناس محبوبة في الجيزة. يعني انت حضرتك ما قلتش المهندس صبح عباس، وما قلتش مرشح اللي دول الاثنين مرشحين مستقبل وطن، اللي عمرو فاروق والناس المرشحين بتوع حزب مستقبل وطن. فعشان كده يعني الجيزة، لا انا اظن ان الجيزة احمد مرتضى مش الترتيب الرابع خالص. يعني ممكن اللي يخش من الدقي، الوحيد اللي ممكن يخش من الدقي في المنافسة انا قلتها عبد الرحيم علي، لان عبد الرحيم علي صحفي كبير وصارف ومنزل دعاية جامدة في الجيزة. وانا قلت لكم ان التنافس كله على مقعد واحد، لان محمد ابو العينين حاجز مقعد منهم. ان شاء الله يعني نفرح خلال الشهر ده بسقوط احمد، وبعد كده الشهر الجاي ان شاء الله انهم ما يخشوش حتى الاعادة، يعني نفسنا ما يخشوش الاعادة، بعد كده نفرح بسقوط الاب، وبقى عشان خاطر اللي ليه حق عندهم يعرف ياخده. اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم وتحليلي عجبكم، وان كان عجبت الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشيروا على صفحاتك، على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتك سواء فيسبوك بوك او تويتر وفي المجموعات. واللي ما اشتركش في القناة يشترك. اشكر حضراتكم واتمنى ان اشوفكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.